لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ. أستاذ محمود، يعني بعد التحية، افتتاحات جديدة اليوم تشهدها شبه جزيرة سيناء لدفع عجلة التنمية هناك، كيف تقرأ أهمية هذه الافتتاحات والرسائل من ورائها؟ بالتأكيد احنا قدام مشهد جديد في شبه جزيرة سيناء. هناك خريطة جديدة للمشروعات وللتنمية وللعمران في محافظة سيناء وفي شبه الجزيرة بشكل كامل، سواء في شمال سيناء أو في جنوب سيناء. في عمل دؤوب بيحدث خلال السنوات الماضية، وهناك يعني دعم وتوجه من الدولة المصرية والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بسيناء بشكل خاص، والاهتمام بالتنمية، والاهتمام بتوفير فرص العمل أيضا للمواطن السيناوي في عبر كثير من المشروعات التي بدأت. ربما نرى اليوم شرايين جديدة للتنمية تمتد إلى سيناء. هذه الشرايين بتعطي دفعة كبيرة جدا لعملية التجارة البينية بين شبه جزيرة سيناء وبين باقي محافظات الجمهورية، بيعطي شريان جديد للتواصل ما بين شبه الجزيرة وبين باقي المحافظات. كل هذه المصادر التنموية سواء في الكباري أو الأنفاق وغيرها كلها تمتد إلى خطة اقتصادية كبيرة جدا، هدف منها تغيير الواقع اللي موجود في سيناء وتغيير شكل الحياة في سيناء لمدى أرحب للتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة بشكل يعني نراه في كثير من المشروعات التي تعطي انطباعا أن هناك عملية تنمية مستمرة في هذا في هذه البقعة من أرض مصر. انه هذه المشروعات كلها فيها انحياز كبير جدا للانسان، وفيها انحياز كبير جدا من السيد الرئيس لانه الانسان المصري في هذه المنطقه وفي غيرها يستطيع ان يتنقل ما بين محافظات مصر بشكل سهل جدا. ده بامر بيوفر ايضا عمليه التجاره البينيه والتنميه الاقتصاديه من بين المحافظات، ايضا بيعطي يعني دفعه الى انه يكون هناك استثمارات صحيح في هذه المنطقه تمتد بشكل اوسع داخل شبه جزيره سيناء، وتعطي ايضا للفرصه ايضا الاستثمار الاجنبي انه يجد بنيه تحتيه اساسيه يستطيع العمل من خلالها ويستطيع ان يوفر فرص العمل ويوفر ايضا شكل من اشكال الحياه الجديده في سيناء. يعني نحن تابعنا مشروعات عديدة تتعلق بمجالات مختلفة، منها ما يتعلق بالبنية التحتية، بالقطاع الطبي والصحي، وكان هناك إشارة للرئيس اليوم بضرورة يعني تخفيض مدة تنفيذ منظومة التأمين الصحي لأقل من 10 سنوات في محافظات تلك المرحلة. كيف تقرأ هذا التصريح لسيادة الرئيس؟ ربما السيد الرئيس بيحاول طول الوقت أنه يسرع من تنفيذ مشروعاته القومية، وبالتالي اهتمامه بالصحة، وده يعني اهتمام ممتد لأنه السيد الرئيس مهتم جدا بعملية الصحة وبعملية أنه يكون هناك يعني اهتمام بصحة المواطن المصري. ده بنشوفه في المبادرات الرئاسية، وبنشوفه أيضا في انحيازه اليوم إلى فكرة إنهاء إجراءات مشروعات التأمين الصحي الشامل اللي ربما أثبت نجاحه في المرحلة الأولى في بورسعيد، والرئيس يريد ان يمتد هذا النجاح الى محافظات اخرى وبالتحديد الى محافظات شمال وجنوب سيناء، لانه هذا المشروع يعني يتناول كل جوانب التنميه الصحيه للمواطن السيناوي والمواطن الذي يقطن في هذه المرحله الاولى. انه هذا الامر بيوفر بنيه تحتيه اساسيه للمستشفيات وللعمل يعني المحطات الصحيه اللي موجوده، انه يبقى في يعني تعاون وقدره من جانب الدوله انها توفر يعني عمليه او نتائج صحيه افضل للمواطن السيناوي. هذا المشروع مشروع ضخم جدا، مشروع مهم جدا، كل المواطنين يستطيعون ان يحصلوا على هذه الخدمه بشكل لائق وبشكل فيه اهتمام كبير من الدوله، و مقابل الاشتراك صحيح الخاص بالتأمين الصحي بتوفر أعلى مستويات الصحة وأفضل وكفاءات صحية كثيرة تعمل من خلاله. في نجاح كبير حققته هذه التجربة في بورسعيد، تستطيع الدولة الآن أنها تمتد بشكل أسرع إلى أن يكون هذا المشروع منفذ في باقي المحافظات صحيح بشكل أسرع من الوقت الحالي. الأستاذ محمود بسيوني، الكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، شكرا جزيلا لك.